مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع حلقة جديدة من حلقاتنا هنتكلم فيها عن كل ما يدور في الشارع المصري من توجهات استثمارية وكل ما يخص المواطن المصري من آخر أخبار الاقتصاد والاستثمار على أرض مصرنا الحبيبة. في البداية زي ما متعودين بنتكلم عن آخر تطورات الأحداث اللي حاصلة حاليا على أرض الواقع. كان في اجتماع لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والسيد محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية والأستاذ السيد القصير وزير الزراعة بخصوص الاهتمام بتبطين الترع والمصارف والاهتمام بكل ما يؤدي إلى ارتفاع في الخدمات المقدمة لاستصلاح واستزراع الأراضي على أرض مصر. الرئيس مهتم جدا بملف الزراعة، مهتم إن يحصل تطوير في البنية التحتية للشبكات وللخدمات اللي بتتقدم للزرع وللفلاحين عشان نقدر من ناحيتين، أولا إن احنا نوفر كمية من المية، ومن الناحية التانية إن احنا نحسن وسائل الري ونسهل الموضوع على المزارعين والفلاحين المصريين. كمان الرئيس بيوجه الوزارات المختلفة للاهتمام بشؤون الزراعة في فترة قادمة، بخاصة ان احنا في الفترة اللي جاية داخلين على فصل الشتاء وهيبقى عندنا امطار وسيول، فكان بيناقش معاهم كيفية التعامل مع الظواهر الطبيعية اللي ممكن تحصل في الفترة القادمة وكيفية معالجتها وتلافي الأخطاء. زي ما احنا شايفين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا حاليا بقينا بنشوف مصر جديدة بشكل جديد. الأمور بتتناقش قبل ما تحصل، يعني قبل ما تحصل الكارثة بنفكر فيها عشان ما تحصلش ونقدر ان احنا نتلاشى حدوثها ونقدر ان احنا نتخطى اي حاجة ممكن تفاجئنا في الطريق. ومرينا بده كذا مرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والحمد لله كانت الأمور بتسير على أفضل حال، ويمكن شفنا ده بوضوح في فترة الكورونا الفترة السابقة إن الحمد لله ما حصلش أي أزمات ولا في الغذاء ولا في الأكل ولا في الشرب، عكس اللي كان متوقع وعكس اللي كان بيتقال. وده راجع لأن احنا بقينا بنشتغل على مخطط، مش بنشتغل وليد اللحظة أو وليد المفاجأة. في مخطط للدولة، في برنامج محطوط لمصر حاليا بيتم الاهتمام بيه وتشغيله ومتابعته بشكل مباشر من سيادة الرئيس بالمتابعة مع الحكومة عشان نقدر نوصل لمصر مستقرة وآمنة وتتخطى كل الصعاب اللي بتمر واللي هتمر بيها في أي فترة ممكن تحصل فيها أي شيء مفاجئ للمصريين. هنبتدي النهاردة معاك ومعانا مع موضوع الساعة. زي ما بنقول احنا بنتكلم عن ما يخص المصريين وما يخص الاستثمار على أرض مصر. آخر ملف حاليا بيهم الرأي العام وكل الناس بتتكلم عنه هو ملف المصالحات في المخالفات العقارية. مخالفات البناء طبعا ظاهرة على أرض مصر، بتمثل نسبة عالية جدا من المباني، يمكن تعدي 60%، واحنا ناقشنا الموضوع بكذا اتجاه مع اعضاء مجلسي الشعب المتخصصين في لجنه الاسكان، واستضفنا الاستاذ خالد عبد العزيز اكثر من مره وكيل لجنه الاسكان بمجلس النواب واحد وضيعي قانون المصالحات في مخالفات البناء. النهارده احنا بنناقش الموضوع من زاويه اخرى، احنا معانا اتنين من افضل المستشارين القانونيين اللي بيشتغلوا في ملف المصالحات، هيتكلموا معانا عن المعوقات الحقيقية على أرض الواقع، بخاصة إن احنا كنا بالنادي في الحلقة السابقة مع الأستاذ خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان بمد فترة قانون التصالح، لأن الطلبات كتير والناس في أوراق كتيرة مطلوبة منها ما لحقتش تخلصها، وكنا بنطالب برضو في حلقات قبل كده بتخفيض أسعار المصالحات، وبالفعل تم تخفيض أسعار المصالحات في الريف بقت 50 جنيه للمتر. احنا النهارده بنتكلم عن ملف اجهزه المدن الجديده الخاضعه لهيئه المجتمعات العمرانيه، وعن اسعار المصالحات. هنتكلم كمان عن بعض البنود القانونيه في المصالحات.
هيكون معانا ومعاكم النهارده الاستاذ محمد الابياري المستشار القانوني. مساء الخير يا محمد بيه. الله يحفظك. تسلم محمد الابصيري. منور. محمد الابصيري. الابصيري معلش. تسلم. وهيكون معانا كمان استاذ شريف الفاتح المستشار القانوني. اهلا شريف بيه، ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله، ربنا يخليك. طيب في البدايه احنا شفنا مد فتره التصالح. حضرتك شايف ان الفتره في السريع كده يعني الفتره المتاحه لمده شهر دي هتكفي تستوعب طلبات الناس ولا برضو هنحتاج فتره اطول من كده؟ لا انا اعتقد ان هي هتتمد اكتر من كده بكتير، لان الناس الناس عدد الناس اكتر من عدد المتلقين بكتير. يعني هو مش عدد المخالفات، مش زي ما اتقال ان هي 3 مليون مخالفه في مصر، اعتقد ده 3 مليون ده يبقى في المدن الجديده بس. فهتتمد تاني لمده كبيره يعني. تمام. خاصه ان هتظهر مشاكل في التطبيق حقيقيه هتواجه اللجان، هيبتدوا ان هم غصب عنهم ان هم يشرحوها ويبتدوا ان هم يبحثوها وتظهر بيها كتب دوريه جديده. طيب لو احنا بنتكلم على اجهزه المدن، نسال استاذ محمد الابصيري، في ظاهره في المدن الجديده وهي لغط قائم ما بين المستثمر العقاري او شركه التطوير العقاري اللي اقامت المشروع وما بين المشتري. مين فيهم اللي اتصالح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه بنقول ان قانون التصالح ان هو اختياري مش اجباري، يعني القانون لم يلزم احد بعينه بتقديم طلب التصالح. صاحب الصفه والمصلحه من حقه يقدم طلب التصالح. تمام. اللي عنده مصلحه عايز يحميها هيقدم طلب التصالح. تمام. قلنا اكتر مره ان ممكن يكون صاحب المصلحه ده مستاجر شقه ايجار قديم، زي مثلا العماير في مصر الجديده ما فيها تراس البلكونه 3 و4 متر، قفلها بقى، قفلها شقه، قفلها غرفه لاحد من اولاده. النهارده هو ليه صفه وليه مصلحه انه يقدم على طلب التصالح. واحنا بنتكلم على العلاقه بين المالك وبين المشتري الشقه، ما ينفعش نقول رد واحد يسري على كل الحالات، لان انا عندي تاريخ التعاقد وعندي ملابسات التعاقد. العقد يتصاغ باي صياغه وفي اي ظروف وباي ثمن. يعني النهارده احنا عملنا لجان تحكيم وفض منازعات بين الاطراف عشان نوصل لحلول وسط. في الحلول دي ما فيش حل واحد بيسري على كل الحالات. اللي شاري بتاريخ قديم بقيمه متر 2000 جنيه غير اللي شاري النهارده بالمتر ب 12000 جنيه. اللي كاتب في عقده ان هو شاري مساحه قانونيه وهو اللي خالف غير اللي كاتب الملك اللي كاتب ان هو اللي عمل مخالفه ملتزم بيها. لكن بكل الاحوال الحل الامثل والافضل للطرفين ان هما الاثنين يتوافقوا على التصالح باي صيغه، عشان المالك العقاري يامن نفسه من المحاكمه الجنائيه، ومالك الوحده يامن نفسه من صدور قرار ازاله او قطع المرافق او دبلره السلك الشهري. تمام. طيب استاذ شريف، المخالفه في المجتمعات العمرانيه الجديده واضحه اغلبها، يعني مش هتلاقي حد عمل ادوار زياده، هتلاقي حد عامل روف او دوبلكس. دي المخالفه الواضحه بالاضافه للشقه الزياده. طيب خلينا نقول حاجه بالمنطق، هل النهارده كان في حاجه بتقول ان الدوبلكس ده مخالف؟ يعني الناس اللي كانت بتشتري في الوقت من 10 سنين من 8 سنين اكيد ما كانتش تعرف ده مخالف ولا لا، مش منطقي. الحاجه الثانيه ان مساحه الدوبلكس في اجهزه المدن الجديده ما بتعيقش الجراج، يعني الجراج بيبقى موجود وهو بياخد جزء منه يعمل دوبلكس. كويس. فانت عندك مازال الجراج موجود، ما الجراج ما خلصش يعني. كويس. طيب وفي الحاله الثانيه، طب لو الجراج خلص، كويس، الراجل الساكن اللي بيشتري ما يعرفش. الحاجه الثانيه هو عدد الشقق في الدور هو يعرفها منين؟ يعني هو يعرف منين ان هم 3 شقق في الدور ولا 4؟ ده مطالب بقى ان هو يجيب مهندس يشوف الرسم، واكيد ده ما كانش بيحصل، يعني خلينا واقعيين يعني. كويس. والدوبلكس ده ما كانش بدعه في اجهزه المدن الجديده ولا الروف، بدليل انه موجود في كل الكومباوند. طيب انا خلينا اقول ان اساس اي قانون ان هو يرسي مبدا العداله والسلام الاجتماعي. تمام. القانون ده هو الاساس المطلق بتاعه ان هو قانون صالح، لكن في الحقيقه هو بقى قانون تخاصم ادى ان يقوم خصومه زي ما حضرتك اشرت ومحمد بيه اشار ما بين المالك وبين الشارع واحده، بالاضافه كمان قامت خصومه بين الجيران وبعضها. تمام. تمام. مين اللي يدفع؟ يعني في التحديد العام اللي يدفع هو مالك الارض، وجابوا الناس اللي هي راحت للنيابه العسكريه، فاصبح الظن المطلق عند الناس ان انا لمجرد ان انا اروح اشتكيه هيبقى النيابه العسكريه هتقبض عليه، وده ما بيحصلش. تمام. طيب نيجي للمخالفه نفسها، هو لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون. القانون كان واضح وانه كان بيحذر من شراء الارواف ومن شراء الدوبلكسات
وان هو استخدامها كسكن. لكن انت كدولة او كجهاز او كسلطة شاركت في المخالفة دهيت ان انت سمحت الناس دهيت تستقر والاستثمار بتاعها ينمو وان تقدر تبيع الوحدات بتاعها. فبالتالي انا كمواطن لما دخلت وحدة دوبلكس فيها عداد كهرباء وشفت جاري ساكن زي انا ما خفتش ان انا اشتري. تمام. فبالتالي انت ما ينفعش في اللحظة دي فجأة تيجي تحمل طرف واحد كل المسؤولية. انا شايف ان في ثلاث اطراف هما مشتركين، مالك الارض اللي تجرأ وعمل المخالفة، رقم اتنين المشتري اللي اهمل في السؤال في الجهاز. وخلي بالك اجهزة المدن بتمنع الاستعلام. بس مالك الارض بس. طيب خلينا نقول اللي بناها عشان هو مالك الارض ده في الغالب ملوش اي صفه، مش موجود اساسا. خلينا كلام حضرتك يعني هم كلهم اشتروا بتوكيلات ومالك الارض مش موجود. لا خلينا نكمل مع السيناريو اللي بيقول بيه، لان هو الاوقع ان هو مالك العقار هو في الغالب اللي خالف او وكيل عنه يعني هو فاهم قصدي. ما انا واقصد ساعتك صاحب الارض بحب توكيل فهو مش موجود. لكن هو على الورق، على الورق على فكره هو اللي مخالف. خلينا نمشي في الحاله البسيطه الاول مع شريف بيه في الاول. الحاله المعقده ان احنا ندبلر بس يعني لا اصل انت خلي بالك الساكن في الاخر اتفاجئ النهارده، ودي النقطه اللي هقولها لكم بعد كده، ان هو بقى مطالب ان يجيب توكيل للتقديم ده كمان. يعني شوف انا رايح اتصالح، ده كمان هو يعني رئيس الوزراء قال لك بما يفيد صلتك بالعقار المخالف. على فكره ده في نص القانون نفسه. تمام عقد ايجار عقد تمويل، ده انت الزمتني بتوكيل فانا اروح للي بعلي فيطلب مني فلوس. كنا بنتكلم انا ومعالي مستشار دلوقتي المطور العقاري الكومباوندات دلوقتي الاجهزه علشان اجي اروح اقدم طلب تصالح جوه كومباوند بيلزمني ان انا اجيب موافقه المطور العقاري او الجمعيه العموميه لاتحاد الشغالين. وبياخد منك فلوس على ورق، بياخد طبعا منك فلوس وارقام مبالغ فيها، يا اما بيفوت عليك فرصه بالاستفاده من القانون. خلينا اكمل النقطه لان دي نقطه مهمه وجوهريه. تمام. ولازم الدوله تتصدى ليها دلوقتي قبل ما ندخل في القانون وفي تطبيقه وفئات تستفيد منه وفئات لا. احنا في ثلاثه تحملوا المسؤوليه. اول واحد المقاول، خلينا نسميها في اماكنها. تمام. رقم اتنين اللي اهمل في حقه وما سالش وما استعلمش. رقم ثلاثة الجهاز الإداري اللي هو متهم بجريمة من اتنين، أما الفساد إن هو استفاد من المخالفة برشوة أو إنه أهمل مزبوط في المتابعة فبالتالي حصلت المخالفة. التلاتة دول لازم تقسم عليهم المخالفة. فأنت تيجي أنت كسلطة أنت اللي قادر تطبق على الاتنين دول، على الموظف بتاعك وعلى المقاول اللي بنى. ما تجيش تطبق كامل المخالفة عليا. لو أنت النهاردة ألزمتني بتلت المخالفة أنا هروح صاغر وسعيد إن أنا بسددها. لكن تلزمني أنا أضعف طرف في الحلقة ان انا اسدد 100% منها، ده فشل. وده بيقول ان المخالفه دي هتفضل موجوده وهتستمر تاني، لان انت عاقبت من لم يخطئ بالكامل. طيب في 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 نقطه تانية يا محمد بيه، ال 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 بند التسعير بتاع المصالحات. طيب انا لو تزال لي قبل ما نخش في التسعير كان ليا بس اضافه على كلام سياده المستشار. تمام. التطبيق العملي والممارسه الحياتيه اثبتت ان الناس حابه تسكن في الروف. تمام. وحابه تعمل دوبلكس بين الارض والبيزمنت. السؤال اللي بيطرح نفسه في ظل انت فتحت باب التصالح لنوعيه المخالفه دي. تمام. وقد ننتهى للي اثبت انه خالف قبل ابريل 19. تمام. السؤال طالما سعادتك شفت عندك ان مثلا عندي في القاهره الجديده لحد النهارده في اكتر من 11000 طلب تصالح اتقدم على نوعيه المخالفات دي. تمام. السؤال بيقول ايه خطر سكن البدروم وسكن الروف على المجتمع عشان تخليه مجرم وتخلي المواطن في تهديد دائم بالازاله او الحبس. تمام. ايه خطر على السمع انشاء المبنى؟ ايه ذنب المواطن اللي احترم القانون وما رضيش يخالف فانت ما اصدرتش تعديل في القواعد عشان تسمح له بذلك؟ تمام. زي ما قننت للي خالف. الناس اللي ما بنتش للروف اصلا. ركب على الاثنين، اللي ما خالفش وعايز ياخد دور برخصه بشكل رسمي يعني احترام القانون، فينبغي ان الدوله تحترم في احترام القانون وتسمح له انه يبني الدور ده برخصه بقيمه اقل من رخصه التعليه المفروضه وقيمه التصالح، وتعدل في القواعد والاجراءات. النهارده انا عندي مساحه جراج اللي جنبها قطع رجله، لكن مساحه الخدمات الثانيه عايز يسكن فيها، انت ايه مشكلتك كدوله؟ ايه خطر على الدوله؟ في ايه بالظبط؟ خصوصا الممارسه يعني التطبيق العملي اثبت ان الناس حابه تسكن في المكان ده. لا ليه، انا اقول لك على حاجه ثانيه اكتر من كده يعني تاكيدا لكلامك، ان في الكومباوند في حاجه اسمها بنت هاوس بتبقى عباره عن الدور الاخير واخد مع الروف وانت بتسمح له بكده. لا مخالفه، لا مخالفه، مش متاح خالص، مش متاح خالص، لا متاح في الحقيقه. طب كل الكومباوند يعني مخالف، ما هو بيسلم المبنى فندم للجهاز وبيرجع خالف. هو السؤال ليه بتخليني اعمل حاجه مخالفه واتعرض لابتزاز موظف او ابتزاز مطور؟ ما الدوله تستفيد، ما يعني تسرع تشرعه تهديد بس، او التهديد المستمر فادي جزء. تمام. الجزء الخاص بالتسعير
طبعا يعني فيه ظلم بين للمدن الجديده، ان الدوله تحاسبهم ان اللي ساكن اللي عمر في الصحراء سواء في الشروق او في بدر او في القاهره الجديده بيتعامل على انه لا، هي الشروق دي يعني اكتر مدينه اتفرمت. لا احنا بنتكلم عن عندنا قصه التسعير. هي اكتر مدينه اتفرمت ليه؟ لان الناس كانت بتروح الشروق دي عشان ما كانتش لاقيه شقه تشتريها، فكانت بتروح هناك تشتري المتر ب 1800 جنيه ب 2000 ب 2000 ونص. كويس. جميل. النهارده يتصلح ب 1000 جنيه؟ النهارده ما هو ده احنا بنقول بقى ليه الدوله بتبص للموضوع بنظره طبقيه وبتبص لسكان المدن الجديده على انهم بيلاقوا الفلوس في الشارع. ليه معتبره ان اللي ساكن في المدن الجديده زي الشروق القاهره الجديده افضل واغلى اجتماعيا وماليا من اللي ساكن على النيل في جاردن سيتي والزمالك؟ تمام. الاسعار مبالغ فيها بشكل يعني المصالحه في التجمع، خصوصا احنا بنتكلم على ايه فن الزمالك، خصوصا يا فندم احنا بنتكلم على ايه؟ على واحد ساكن في البدروم او ساكن في اوضتين على السطح، مش ساكن في فيلا في كومباوند. ده هو امكانياته الماديه ما سمحتلوش انه ياخد شقه متكرر او يسكن في المعادي او مصر الجديده، فجيش ترى مكان في البدروم او في الروف اللي هو قيمته الحقيقيه 50% من سعر المتر في المنطقه. يعني لو المتر ب 10000 ياخد تحت 5، فتيجي تحسبه ان هو راجل ملياردير في الشارع، مفيش منطق ومفيش عداله. نزلت 15% يعني. اولا احنا شايفين ان اعلى سعر ممكن يكون في المدن الجديده 1000 جنيه نزولا، 1000 جنيه في كومباوند، المتر فيه 30-40 ألف نزولا بقى لحد 200 جنيه بالتسعير كده يعني. ده جزء. الجزء الثاني الارقام دي، واحنا يعني انا وشريف بيه احنا يعني محامين المواطنين يعني وكلاء مواطنين، فبنتكلم بكل واحد مثلا عنده مثلا حوالي 1000 موكل على مدار عمان، واحنا بقالنا 20 سنه. الناس دي اللي صوتها مش مسموع، اللي صوتها بيتسمع اللي بيعمل تظاهر وشغب واضراب ويعمل اعتصامات. ليه الدوله ما بتحترمش في المواطن اللي بيحترم سياده الدوله انها تسمعه بشكل جيد؟ لا بس هما ما وصلوش صوتهم يعني. النهارده احنا لما اتكلمنا على صوتك مسموع وعلى احنا لما اتكلمنا الموقع بتاع مجلس الوزراء ومجلس الدوله الجمهوريه في البرنامج عن الريف وعن تسعير الريف وعن الناس دي بنت عشان ما عندهاش حلول تانية وانها بنت على ارض زراعيه، مع ان دي جريمه اكبر من اللي خد روف ولا عمل دوبلكس ولا عمل شقه زياده في الدور. دي جريمه اكبر تكلفتها اللي بوظ ارض زراعيه يعني. ده رئيس الوزراء جريمته اكبر. رئيس الوزراء قال ان تكلفه اعاده استصلاح فدان ارض تم تبويره حوالي نص مليون جنيه. كويس. تمام. غير خدمات مرافق، ان انا مضطر اعمل لك طرق. طب انا عملت ايه؟ انا ما توسعتش، ما جيتش بنيت 10 ادوار. بالظبط. انا زدت 25-50%، وانت عارف ان انا ببيع بالشكل ده، عقوبتي تبقى مبالغ فيها للشكل ده؟ ما ينفعش. دي النقطه يعني. ما قدرتش الدوله محتاجين من الدوله الاخطر من كده فنم انها تخفض اسعار التصالحات في اجهزه المدن لو هي محتاجه ان القانون ينجح، بخاصه في حاجات زي الشروق وزي التجمع، لان القيمه اصلا غاليه جدا. وبعدين بيسكنها متوسطين، احنا طبقه متوسطه يعني. مش انت مش ساكن ايوه هي كان الناس اللي ساكنه في مصر الجديده مش قادره تسكن في مصر الجديده تاني، فنقلت راحت تجيب مساحه اكبر. فعلى راي سياده المستشار بياخد دوبلكس يعني ياخد بدروم صحيح عشان يبقى اسمه يعني ساكن في حاجه مساحتها كويسه. الساده صناع القرار، السيد المحافظ والسيد الوزير تيجي تتكلم معاهم في موضوع التخفيض، يتكلم على كل القاهره بوضع والمدن الجديده بوضع تاني بدون سبب مفهوم، عشان هي الشكل العام ان دي بتخضع لهيئه المجتمعات العموميه. لا انا بتكلم على اللي هم بدر بتخضع لهيئه. انا بكلم فادي. لا بتكلم على ايه؟ اقل من طبقه متوسطه بتسكن بدر. فلسفه التسعير وسعرها ارخص بكتير ربع شروق. طب ليه تعقبهم؟ انا اول واحد تحملت الضريبه كامله لان انا صدقت الدوله وان انا سبت لك العاصمه ورحت اسكن في مدينه جديده. تحملت 40 كيلو بيني وبين اقرب مصلحه ليا. تحملت معامله من التجار وعمرت المكان، عمرت فيه وصدقت، بدفع بنزين بدفع كهرباء ومبالغ فيها، بتعامل كاني قاعد في فندق 5 نجوم وانا قاعد في مدينه جديده. طيب. مع ان باخد خدمه اسوأ من خدمه العشوائيات. طيب انا عايز ادخل معاك بقى في مسارين القانون. دلوقتي في ناس عندها مشكلتين كبار جدا، هسالك على واحده واسال ست المستشار على واحده. ان في ناس مشتريه ومعهاش توكيلات. طيب. تمام؟ واصحاب الشركه بيساوموهم، لا تدفع يا مش هعمل لك توكيل. لا ادفع عندي وانا اروح اتصالح، انت مالكش دعوه انا اللي هروح. تمام. ده شكل. الشكل التاني في ناس اصحاب شركات اختفوا. حلو جدا. بشركاتهم مش موجودين، وراجل معهوش غير عقد ابتدائي. تمام. من الراجل اللي هو اشترى منه وصح التوقيع بكبير قوي، وممكن يكون معهوش صح التوقيع كمان. طيب الحل هنا هو سمحوا تجاوزا يعني. خلي بالك برضو رئيس لجنه التصالح بتاع الشروق راجل متساهل وراجل عنده فهم حقيقي، متفاهم متساهل ومتفاهم وعنده فهم حقيقي لطبيعه القانون.
او هدفه ان انا استريح وما بعيش مهدد وما بقاش انا عدو للدوله. فهو راجل متسائل في دي، فبقينا نعمل دعوه صحه توقيع اكبر. شوف تحمل عبء تاني على المواطن، فيجي لي يدفع اتعاب تاني عشان ارفع دعوه صحه توقيع واخد صوره رسميه من صحيفه الدعوه وهو رايح مقدم بيها. طب ليه الالتفاف ده؟ ليه تقول لي ملف؟ على فكره انا عايز افاجئ حضرتك ان الورق اللي بيتقدم دلوقتي علشان ملف اتصاله الدوله عارفه ان هو مضروب، شهاده التربنه صح؟ مصطنع، معظم مصطنع. لا نقولها بالكلمه للناس هتفهمها اللي تسمعنا. طب مصطنع بلاش كده. لا مصطنع. طب انت لا لا بلاش كده. طيب حاضر الورق ده بلاش. طيب خلاص. طب خليك بس معايا في الحته اللي انا بسالك. انا نفسي ان احنا نحط ايدينا على الجرح حقيقي. لا ما هو انت مش هتحط ايدك كده على الجرح، انت كده هت طب انا تزال نرجع حته ثانيه. انا اللي عايز اعرفه بس تزال نرجع خطوه. واحد معاه عقد اشترى من محمد بيه، هعمل صحيح التوقيع واجيب صوره محمد بيه مش موجود. هي دي هتواجهه في المرافق اكتر. الراجل يعمل ايه بقى؟ بص لبس في الحيطه بكل معنى الكلمه. ايه بقى حلها قانوني؟ ملهاش اي حل قانوني، وغالبا هتقعد في قضيه فيها 10 سنين او زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. ارفع دعوه اكلف فيها 100,000 جنيه على الاقل صحه ونفاذ، اسجل الارض واسجل الشقه. تخيل حضرتك الارض بصفتك ايه؟ انت معكش سند قانوني. هرفع دعوه، هرفع دعوه اختصم فيها رئيس الجهاز والشهر العقاري والمالك الاولاني للارض اللي انا ما اعرفوش، زي ما حضرتك قلت انت ما تعرفش اللي هو رئيس الوزراء بيسميه كحول. ومالك الارض بقى هو كحول عندكم؟ ما هو ده كحول اسمه على فكره. كل القضايا والمخالفات ما جاتش ولا شركه عقاريه من الشركات اللي حضرتك شايفها في المدن الجديده كلهم بتوكيل، بتيجي باسمها مخالفه واحده بتيجي المحترم. ممكن بس ممكن تلاقي خمس توكيل مثلا في النص ولا حد يعرف عنه حاجه، ولا انت عارفه كضرايب، ولا انت عارفه كتامينات، ولا انت عارفه كحقوق قانونيه. انا راجل دلوقتي اشتريت شقه وجيت في ظل جهاز هنا هو. فاكر سيادتك الحلقه اللي فاتت اللي كنا مع بعض اقترحت حل بسيط، عقد موحد في كل جهاز غرفه قد اصغر من السود ده ربعه غرفة توثيق عقود. ما اقدرش اشتري من محمد بيه الا لو سيادتك فتحت الملف ان الارض باسمه. عايز تقضى على مخالفات احسب انا جاي اشتري ايه؟ جاي اشتري دوبلكس. لا مخالف خلاص مش هتفتح قانون صلاح تاني. انا عايز اقول لحضرتك في اللحظه اللي احنا فيها دي حاليا بيتعمل مخالفات في ظل عقارات مش هتخضع للتصالح، لان القانون نص ان التصالح يخضع لايه؟ مخالفه اللي تمت قبل صدور القانون. الا اذا الاصطنع مستند. الا اذا لا لا لو طابق، لو مبنى طابق لو كان مطابق لا خلاص قفل على نفسه. لا لو طابق لا تقفل على الباب. لكن انا عايز اتكلم لتوزيع الفنان في ايه؟ في الجزء دوت هنصادف 10% اللي ورقه مش منضبط، ورقه مش منضبط. لكن اللي جزء 100% كلهم بخلاف نقل سعر المتر التسعير، معادله التسعير. النهارده النسب المئويه الموجوده في القانون اللجان بتطبقها غلط او الجهه الاداريه بتطبقها غلط. مثال، باي منطق وباي فلسفه جهه الاداره بتلزم مالك الروف او مالك الدوبلكس انه يدفع على المساحه الفراغ في الردود كم المساحه؟ او باي منطق. طب ينفع يبنيها؟ لا مش ينفع يبنيها. لا يعني هو يعني انت النهارده هتاخد مني في روف 400 بيت، هتاخد مني 400,000 مش هيسمح له يبنيها. وانا باني منه 100 انا هخلف وابني 400 هينفع بقى؟ مش هيسمح له ان يبنيها، هيدفعوا عليها ومش هيسمح له يبنيها. المره دفعت عليه مصالحه خلاص، لان هو فندم هو فرق بين حاجتين، فرق بين الترخيص باقامه اعمال وبين تقنين وضع مخالف. النهارده هو بيقنن اوضاع مخالفه تمت بالفعل. انا بسال سؤال، السيد صانع القرار في هذا الشان باي فلسفه وباي سند قانوني او بطاقه قانوني بتلزم المواطن يدفع على المساحه الفراغ في الردود الجانبي والحديقة او فوق في الجزء ده؟ اتفضل. في الجزء ده ولو شريف بيه برضو عنده راي يقوله لنا. كان في حاجه في المدن الجديده ان انت لو خدت دور زياده بتدفع 25%، وده كان متطبق في بعض اجهزه المدن كل كلها 25% من قيمه الارض القديم. تمام. لا لو مش هتسترد ده خلاص. طيب ال 25% دي هل توازي ال 1000 جنيه حاليا؟ لا ما هو عدل القرار. لا ما انا تعديل القرار معدل التسعير دي هو معدل القرار اصلا حسب سعر اخر قرعه من 2017 حسب 2017 بقى خليها عامله ازاي بقى. حتى لو بسعر اخر ربع هتجيب ال 1000 جنيه؟ لا هتعدي. طلع هتعدي يا بيه قيمه المتر. هتعدي من زي احنا بنقول ايه؟ لذلك بنقول للناس اللي ما خلفتش تاخد التصريح باضافه الدور بقيمه اقل من معدل التسعير. يعني احنا لو طلبناهم مطالبه، احنا لازم نطالبهم فندم. كويس. ما انا بقول لو طلبناهم مطالبه عادله، احنا نقول لهم المفترض ان سعر المتر في التجمع يبقى في حدود كام؟ حضرتك تقول لنا. وفي الشروق يبقى في حدود كام؟ انا شايف ان اعلى سعر متر في القرى الجديده 1000 جنيه في الكومباوند نزولا ل 200 جنيه حسب المستوى الاجتماعي والمستوى اللي يعني احنا لا خلاف ان وهي مدينه واحده الا انها مش مستوى واحد. مستويات. فاعلى مستوى يكون 1000 جنيه نزولا لحد 200 جنيه. لكن انا محتاج برضه اتكلم تاني على معادله التسعير. بيطبقوا معادله التسعير غلط، فده بيرهق المواطن وبيخليه يعزف عن اللجوء للتصالح، لانه بيكرهه في التصالح، لانه بيكون فوق امكانياته بالمخالفه للقانون. يعني انا ممكن اقبل ان يكون فوق امكانيات المواطن لو كان القانون يلزم بذلك، لكن القانون ما يلزمش بذلك. القانون بيتكلم على
المتر المخالف ندفع عنه حسب التسعير. انا النهارده زودت غرف السطح، المعادله دي في القانون 50%. ليه 50%؟ لانه بنى بدون ترخيص لكنه موافق اشتراطات، جهه الاداره تحسبه 200% عشرين بيه. دي ودي بنى بدون ترخيص وتغيير استخدام لا يعنق النص من غير اي غطاء قانوني ليه. المخالفه دي يعني غرامتها في القانون 50% فقط. ليه 50%؟ ما اكيد ده هيرجع تاني يتعدل وهم بيحسبوا بقى. دي بقى ما هو المشكله، انت ليه بترهق الناس دلوقتي؟ هي دي المشكله، وتفسد عليهم حياتهم. الناس متبرجله، حتى متبرجله. بخلاف الجزء القديم بيقول لك عليه 115%، 15% تعديل انشاء ومعماري و100% تغيير استخدام. كلمه تغيير استخدام في القانون بيطبقوها غلط. تغيير الاستخدام اللي القانون نص عليها مقصود بيه تغيير استخدام من سكني لغير سكني. ايوه بدليل يعني هو النهارده اوضتين سطح. انا اسف يعني في فيلا سكنيه هي سكن. انا بسال سؤال، هو اوضتين سطح، هو اصلا لما اداهم لك اداهم لك هنكتعل بيهم ايه؟ خدمات. اعملهم غسيل خدمات هو اكيد تسكن فيهم، هتقعد فيهم السايس السواق بس. أيوة. اي حاجه هو بقى فين ربط طب هو ليه بقى قال لك تغيير نشاط؟ هو فين تغيير نشاط؟ هو ده الفهم الغلط. عشان كده محمد بيه دلوقتي بيتكلم في تسعير يعني هو معلش محل تخاطب لحضرتك قال لك كام في 200%. احنا عندنا في الشروط بتحسب 100% على كله، مفيش 115 ما بيحسبش المخالفه مرتين. ما هو كده برضه مفيش قواعد، مفيش قواعد ثابته لكل الاماكن. لو في الشروق، لو احنا بنتكلم على سعر عادل يبقى كام؟ سعر عادل متهيألي من 300 ل 500 جنيه، ده حد اقصى. حد اقصى. الفيلات ممكن مش الفيلات، احنا بنتكلم 300 مناطق عمارات، 500 احياء فيلات، بتتكلم مثلا ما بين 800 ل 900 اللي هي مثلا الكومباوندات. والغاء شرط موافقه المطور العقاري. طب وهو في الكومباوند اللي بيدفع المخالفه المطور؟ لا طبعا. ليه شاغل الوحده؟ شاغل الوحده. البنت هاوس ده مخالف. بس انا استفدت هو يا فندم، ما هو كله انا اللي بشيله وانا في الاخر انا كمواطن. لا ده هو مخالف وبحولك، هو مخالف وعايز اخد منك فلوس عشان يسامح لك انك تصل عليه كمان. ده لو سمح عشان يوافق لك. وبعدين العيب مش عليه، العيب على اللي بعتني ليه. السيد صانع القرار ده اللي قال لك روح هات مطور بالمخالفه لاحكام القانون. كنت بتكلم انا والاستاذ شريف قبل الدخول على الهواء. النص ده مش موجود في القانون، ده هو ده المفروض يعاقب معاقبه جنائيه. تعطيل تطبيق القانون. تعطيل تطبيق القانون والزام المواطن بشيء مخالف للقانون كمان. يعني اللي صنع هذا القرار لو يعني لو في نظام يقدم الحكم الجنائي ويعزل من وظيفته. طيب. طيب شريف بيه. لو احنا بنتكلم على الجزئيه بتاعت اللي حضرتك بتقول عليها، عشان دي برضو هم ناس كتير جدا، بتاعت ان هو لو معهوش توكيل. تمام؟ هيرفع دعوى صحه التوقيع. صحه التوقيع وصوره صحيفه الدعوى. وفي الجهاز هيتعامل معاه بيه؟ هيتعامل معاه بيه. هيتعامل معاه بيه. لغايه دلوقتي هو، لكن مؤكد ان هو بيشوفه كويس. يعني الموظفين زي عقده شويه. الشكل ده بقى لما يجتمع على عماره على بعضها، مبنى فيلا او عماره متقسمه وحدات، كويس؟ هيقبل ان هو يتعامل معاه؟ يتعامل معاه كمرافق؟ ولا اي حاجه. يعني طب سؤال تاني، هل الناس دي ينفع تتلم وتعمل اتحاد شغالين؟ ولا يقبل لهم اتحاد شغالين الا بدخول الكهرباء. كان قبل كده هو بيقبل ان انت تدخل مرافق. يعني مثلا كنا بنتكلم ان هو في مدينه نصر، في اي حته بره المدن الجديده، تقدر حضرتك باثبات ملكيتك ان انت تعاقد على اعداد كهرباء. لغايه دلوقتي هيئه تنميه المجتمعات العمرانيه تعاقد على اعداد كهرباء، وهو عنده مؤيسه وعنده اوضه كهرباء. تمام. لا دلوقتي انت ما تقدرش تتعاقد عليه. احنا كنا على كده ولا حتى كده. ده توكيل دلوقتي طلب منك فيه يبقى في رقم العداد. يعني شوف بيحطك تحت صباعه اللي بيع لك درسه رقم العداد بكل شيء. يعني دلوقتي عشان تروح انقل العداد باسمي لازم، كان في الاول بيتعامل بموجب توكيل. ماشي. الزمك دلوقتي ان التوكيل ده يبقى مذكور فيه رقم العداد كمان اللي موجود. مع ان التوكيل باسمي، مع ان التوكيل باسمي وتعامل مع الكهرباء اللي عامل التوكيل. شوف هو كل طرق ان انا ازاي افعصها. رقم اتنين هنا هو انا مالكش كصفه، كانت راجل مشتري لوحده قدامي في الجهاز خالص باي حاجه لتعامل ولا اي حاجه. لسه هيئه التنميه بتتعامل ان المبنى ده شقه كبيره. فاكر برضو في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا ان انت باي منطق عندنا حي زي حي النادي في الشروق، الرخصه بتاعته 3 وحدات في المبنى كله مكون من 3 ادوار، مساحه الارض 1000 متر، يعني الشقه هتبقى 650 متر. طب باي منطق دلوقتي اللي اصدر القرار ده عمره شاف شقه 650 متر وليه؟ دخلها وليه؟ يعني في منطق. طب انت بتفتح باب للمخالفه هنا اهوت للناس لان ده فساد. المخالفه شريط بيه المخالفه والفساد. أيوه؟ لان انا عايز امرر دخل عدد كهرباء، هرش موظف الجهاز واشوف موظف الكهرباء ده بيحصل. العداد وصل لبيت وخلي المواطن اللي يشتري مخالف وقاعد مخالف، يعني في ناس تدفع دم قلبها وتعيش في مخالفه وتعيش في توتر. وايه الفايده للمجتمع؟ ما حدش يعرف. فلو تزال يا ابراهيم بيه، احنا كنا بنتكلم انا والاستاذ شريف قبل ما نخش على الهواء ان احنا محتاجين السيد رئيس الوزراء قبل ما كان يمد القانون كان ياخد فتره استراحه ويعمل حوار مجتمعي ويسمع من كل الناس المتخصصين، الساده المحامين والساده المهندسين ورسائل اللجان والمواطنين صاحب الشان، ان احنا النهارده مصر داخله على حزمه. خلينا نتكلم على تزال على كلام عملي يعني ينفع يتعمل. كويس. الناس مثلا بتاعه التجمع دي ممكن ان هي تعمل
يعني حضرتك مثلا محامي لعدد من الناس مش قليل يعني، تمام، وشريك بنفس القصه في الشروق، كويس، ممكن يعملوا شكل شكوى مجمعه ويقدموها لرئيس هيئه مجتمعات ولوزير الاسكان ورئيس الوزراء ويتابعوها لحد ما هتجيب نتيجه. يعني بص حضرتك، انا كان معايا خالد بيه عبد العزيز هنا، تمام، وكنا بنتكلم على ان في بعض المناطق جوه القاهره مظلومه اتحسبت على انها مناطق عاديه، وهي اصلا مناطق يعني مش موجوده تقريبا على الخريطه، يعني كلها مخالفه. يعني منطقه زي دار السلام اللي هو عضو مجلس نواب عنها، هي منطقه كلها مخالفه، تمام. فلما راح قابل محافظ القاهره وصلت لانها بقت المصالحه فيها من 170 جنيه ل 70 جنيه. حضرتك طب انا اقول لحضرتك، هو اكيد خدوا من ايده ونزلوا الشارع، شايفوا المكان؟ لا هو راح شرح له، هو الفكره ان انت فكره مين كانوا بيخططوا على كانوا بيحطوا على الخرائط وعلى الصوت بتاعنا، مين صوت الناس؟ ممكن يبقى عضو مجلس نواب، عضو مجلس نواب مشغول دلوقتي في تجهيز الحمله الانتخابيه بتاعته، وهو مش هيبقى فاضل الكلام ده الا بالعكس. ده هو لو بيدور ان هو يعني كده انه والله اللي كان كل بنايه في المدينه في المدن الجديده في مدن شرق القاهره اللي هي دايره واحده، هو عنده طلبين، اما ما خالفش عايز دور او خالف فعايز الرحمه في بتاع السعير. لا لينا حد ينصفنا في دي ولا حد ينصفنا في دي. فندم انت دلوقتي بتتكلم ان احنا نقدم شكوى او طلب، هي عملنا الجزء ده والناس توجهت للمكتب. انا عايز اقول لسيادتك ان تم تخفيض متر التصالح ب 15% في القاهره الجديده 20% في الشروق، لغايه النهارده ما تمش التطبيق ده، ما اتطبقش. بلاش ليه؟ لان هو يا اما قرار ما وصلش، لان في فجوه بين صنع القرار وبين تنفيذه، فانت يعني ما وصلش بقى البوسطه او الحمام الزاجل ايا كان طريقه الوصول من هنا لهنا. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، احنا عايزين نحل الموضوع. طب وانت مش ممكن تجيب افاده من جوه الهيئه؟ مين هتعمل مع مين؟ انت قدامك كلمه واحده قدامك على الموظف. لا بفرق التسعير قصدي. فد محمد يجي نتكلم حد نقول له الموظف كذا كذا، الوزير قال كذا كذا، ولا حتى الوزير قدامك خمس ثواني تتكلم فيها مع الموظف. لا مش دعوه بالموظف، انا بسال على حاجه ثانيه. هل انت مش ممكن تجيب افاده او شهاده من مش جوه؟ مش ملزمه ليه يا فندم؟ ليه؟ لان هو بيستعمل بالتعليمات. الموظف اللي واقف على الشباك دوت مش ياخد بكلام حتى لو مشهور في الجريده الرسميه. صحيح. او الوقائع الرسميه، هو عايز تعليمات تجيله من مديره المباشر، ومديره المباشر مستني مديره يعني المباشر. يعني هم ما زالوا حتى الان بنفس السعر. بنفس التسعير. لا انا هقول دلوقتي الملف الزمنا المواطن هو يعمل ملف عباره عن تقرير سلابه انشائيه وشهاده كربنه ورسم هندسي ونوته حسابيه وكل الحاجات دهيت واعتماد نقابه المهندسين، صح؟ تكلفه الملف دهيت بتتراوح ما بين 20 ل 30000 جنيه لوحدها، بس ده كده ده عبء تاني لوحده. تمام. تم الغاء ان هو اعتماد نقابه المهندسين للاوراق دهيت دي فيها رسم حوالي 4000 جنيه مثلا او 3000 جنيه لغايه النهارده ما اتطبقش. طب امتى الحاجات دي هتطبق؟ طب النهارده هدف الدوله ايه؟ يعني هدف القياده السياسيه، خلينا نقول ان احنا نقسم القياده السياسيه اداره اللي هي السلطه نفسها وجهه تنفيذيه، وجهه تنفيذيه والموظف الصغير اللي قاعد قدامك، ده هدفه اقتلاع المشكله من جذورها، صح؟ القضاء ما يبقاش في مخالفات في مصر، نبقى بلد محترمه. ليه؟ لان المخالفات دي منع التسجيل، فبالتالي انا شقيت لغايه النهارده بصحه توقيع وبعقد عرفي، الدوله مش شايفاها، مش عارفه تطبق عليها ضرائب ولا ان هي تتمكن مني. طبعا. زي ما حضرتك قلت من اول هرب انا مش عارف احجز عليه، لان ما فيهوش ملكيه قدامي وهو مش موجود على الورق خالص، وما فيش ملكيه بتاعته ظاهره قدامي. يعني دلوقتي شريف فاتح نصب على 20 واحد، لو انا عندي شقق مسجله حضرتك هتكشف عليا وتحجز على الشقق دي، صح؟ هيبقى عندي خوف ورهبه من القانون. لكن ما فيش. طيب رقم اثنين، يعني القياده السياسيه نفسها هدفها اقتلاع المخالفه واستقرار المجتمع. طب الجهه نفسها السلطه التنفيذيه مثلا هدفها ايه؟ نقول جزء منها زياده الدخل وان يبقى فيه نوع من انواع التحصيل. طب انا عايز اسال سؤال، هو في اجهزه المدن الجديده مش بيبقى في حاجه اسمها مجلس الامناء؟ لا لا، ولا ايه؟ موجود 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 موجود, موجود مع رئيس الجهاز موجود، ودي مجلس الامناء ده المفروض يبقى فيه مستثمرين، ليه دور رقابي كبير جدا، معظمهم مستثمرين. كويس، ليه بقى هم مع رئيس الجهاز ما بيوصلوش ال ما هو بص هو مش مفعل لانه زي برضه مع الاحياء، برضه هو زي برضه يعني زي مجلس حي، زي رئاسه حي، هو المفروض ده بيمثل في المدن الجديده الحي. مش المواطن اللي مش المواطن اللي بيختار مجلس الامناء، ده بالتعيين. بالتعيين، فهو مش شايف اي فضل المواطن عليه، مش شايف اي دور اجتماعي او الزامي. لا انا قصدي ما هو ذات نفسه متضرر، هو المفروض ان هو بيمثل، يعني هو شخصيه متضرر، خلي بالك هو مستثمر. اي طب ما هو متضرر، يعني هو المستثمر بشكل او باخر. فني بشكل او باخر معظمهم مصلحه المواطن ما بتهموش المواطن، هو متضرر بس هو مستثمر، والدهيت هيبقى فيه تعارض في المصالح فيه، لان هو كانه بيطبعه على نفسه. لان النهارده لو جيت انا اكلم المستثمرين قلت له والله هحافظ على حقي كمشتري وان اللي يلزم بقيمه المخالفه هو المستثمر، لا على سبيل المثال. لا انا ما بقولش على دي، انا بقول على التسعير. طبعا يعني هو ليه ما يتكلمش في التسعير؟ ما هو ممكن هو كمان يشرب معاه. هو فنم، هو لو عنده حساب يعني انت لو اثبتت ان شريف فتح هو اللي باع لك الشقه وانت دفعت عليها المصالحه، ما انت هتروح ترفع عليه قضيه. سيد الفاضل، هو لو عنده حساب المسؤوليه المجتمعيه كان يعمل كده؟ لو عنده حساب مسؤوليته او دوره في هو رشح نفسه ليه؟ عشان الخدمه دي،
بالزبط. هو للاسف خد اتعين والناس اللي جاي ليه. احنا النهارده بنقول ان القاده السياسيه ومجلس الوزراء في شان اعداد حزمه من القرارات والقوانين المنظمه للمباني في مصر، بحيث بعد 5 سنين هنلاقي مصر غير خالص، مصر حديثه بشكل مختلف. صدور قانون التصالح كان توقيته جيد، لان انا النهارده قبل ما منظم قوانين المباني ونظم قوانين التسجيل ونقل الملكيه والسجل العيني، محتاج الاول اقنن كل المحافظات اللي موجوده وابدا شغل على نظافه. النهارده القاعده السياسيه طلعت القانون، والقانون في مجمله جيد، لكن تطبيقه للاسف بس سيء. بس هو ترتيبه ورقياته كان محتاج ان هو يترتب بشكل افضل من كده. يعني كان محتاج الاول يقول لك ايه، والله كل قاطني بيت او عقار او فيلا متقسمه يروح يعملوا الاول اتحاد شغالين. لا مش بالتفصيله دي، البداية. مش هي لا كان دي البدايه. لا لا معلش، اتحاد الشغالين كان قال لك اتحاد الشغالين ملوش علاقه بالملكيه السيد الفاضل، لا بالاداره، لا النظافه والصيانه، لا علاقه بالاداره. لا ان النهارده انا لو اشرت اتحاد شغالين هروح اتعامل على الجهاز الشغالين، لا دي لا. كانت فكره كويسه، كانت بدايه هي دي جدا. دي ممكن تكون موجوده في عند الشركات اللي نصبت وخدت الفلوس ومشي بسبب الناس من غير ما تطالب. ده جزء برضه، ده جزء مش كبير، لا لا انت مش متخيل اصلا في الشروق في ناس ساكنه بقى لها 10 سنين. بدل ما واحد كل واحد يتقدم بملف التصالح لوحده، كان يبقى مامور اتحاد الشغالين يتقدم من نفسه، بدل ما كل واحد يدفع 25 يعني بدل ما انت بيجي لك النهارده 10 عملاء من 10 قطع اراضي مختلفه، كان هيجي لك واحد عن ال 20 عاملين اللي جوه العماره. اشرب بيه ان الجزء ده جزء من المشكله مش كل المشكله. انا بتكلم ان احنا عدد مشاكل كتيره جدا، للاسف الحكومه اصدرت اللائحه التنفيذيه وسابت الناس في تخبط. في لو كنت عملت لو كنت عملت الاول في البدايه، لو كنت مين، من احنا لو كنت عملت في البدايه اعتدنا لمين؟ اعتدنا لمين؟ لو كنت طالبت اللي سير رئيس الحكومه وسير رئيس الاتحاد الشغالين الاول القانون يصدر له تعديل بعد الزور الاتحاد الشغالين يا فندم. دي نقطه جزء من المشكله. وبقى خلي بالك ده من القوانين المعدوده اللي اتعملت في مصر وبتتعدل طول ما هي ماشيه. السؤال اللي عامل برجله كل شويه وقابل للتعديل. لا يا فندم، السؤال اللي عامل برجله وعامل برجله للناس، وانا واحد من الناس حاسس بالعجز اللي مش قادر اجاوب الناس عليه. لا ده احنا عايزين حاجتين منكم انتوا الاثنين. يعني لا انا في الجزء دي لو تزال الحاجات اللي فيها لغط ولقيت لها حلول. ما هو الحلول مش موضوعيه مثلا، هقول لك يعني الصفر. قول لي مثلا ايه، انت مثلا في حاجه في دي والله حلها كذا، طبعا احنا لنا حل وعرفنا نحلها ونتعامل بيها. رقم واحد تمام. النهارده لما طلع القانون 17 اتكلم على ان القانون 17 طالع يقنن المخالفات اللي تمت لاحكام القانون الحاكم 119 سنه 2008 اللي بينظم المباني في مصر من اقصاها الى ادناها. لما جه في التعديل بواحد لسنه 20 عدل الجزء دوت وقال التصالح على كامل المخالفات اللي تمت لكل قوانين منظمه المباني. انا عندي القانون 106 سنه 76، فمواطن يسالني هتصالح عندي مخالفه من سنه 70 اتصالح عليها دلوقتي طبقا للنص القانوني اللي موجود دلوقتي اتصالح عليها؟ بس هل ده منطقي اقول للمواطن من سنه 70 عندك مخالفه تعالى تصالح؟ هو مستقر، وهو مستقر. المفروض السيد وزير الوزراء او السيد وزير التنميه المحليه اللي زمن عليه يصدر قرار بان من تاريخ كذا اي مخالفه تمت الجهه الاداريه ممثله في المحليات او اجهزه المدن او مجلس القرى او مجالس المحافظين المحافظات من حقها تصدر قرار بالازاله او محضر مخالفه، وما قبله يبقى امن. النهارده احنا عندنا مشاكل انا وشريف بيه في التقاضي، ان في بعض الساده القضاة ما بياخدوش بالقضاء في جريمه المباني، بيحتمل المباني جريمه مستمره. فممكن اجيب في قضيه من سنه 70 يديني فيها حكم عادي جدا ما فيهاش قضاء. لا مش صح. لا 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 هو صح. لا لا مش صح. لا مش صح طبعا، اي جريمه في الدنيا بتسقط. لا 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 هو يعني ايه ما تسقطش؟ مبنى لما يعني انا اسف معلش ما هي مدارس فقهيه. لا 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 مش مدارس فقهيه، هي صح وغلط. لا لا دي فتاوى زي اللي يقول لك سلم على حد رحت تتوضى. لا مش حاجه اسمها كده. قول لي ليه بس معلش اللي قتل واحد وخد حكم بالاعدام لو عدد سنينه بتسقط؟ لا هو لو قاعد بيعذبه بقى السنين دي. ايوه جريمه مستمره. لو خطفه دي جريمه حصلت، لو خطفه تمام مع الوقت بتاخد تقادم. اي جريمه في العالم لو انتهت، لو خطفه، لو انت خاطفه 10 سنين جريمه مستمره. بس كويس ان هو 10% من القضاه بس اللي في التجاره. لا يا فندم التجاره، انا اسف ممكن ده اللي القضاء انت مش خاطفه، وبيعتبر ان دي مستمره طالما المبنى لسه موجود. طول ما المبنى قائم، لان النص القانوني بيقول لك في غرامه 1% يوميا طول ما المبنى قائم. ده مفاده ان اصل القاضي بيحكم بيه مش بهواه، دي مدارس فقهيه وفي قانون يسمح له بذلك، في مساحه مرونه في النص القانوني. النهارده عندك نص قانوني بيلزم ب 1% غرامه يوميا كل طلعه يوم. لما عملت قانون المصالحات المفروض بقى انك تسهل الامور عشان الدنيا. ما هو ده اللي احنا بنقوله، في التطبيق العام اللي اثبت ان في كتير من النقط العامه محتاجه تدخل الحكومه بشكل صريح فيها. الناس متخبطه والناس فاهمه يكفيها، محتاجين بعض الحاجات فيها صنع قرار حاسم. طيب خلينا نوحد الحاجات دي عشان احنا وقتنا قرب يخلص، فانا عايز انتوا الاثنين توحدوا الحاجات اللي فيها مشاكل نطالب انها يتقدم لها حلول، ولو في مقترح لحل يسهل اليات الموضوع.
انا عندي لو تقزل بعد اذن شريف بي عندي اربع طلبات جوهريه جدا. التسعير في المدن الجديده لازم يعاد بشكل ضروري وعاجل. معادله التسعير وتطبيقها لازم تطبق زي القانون ما قال، مش زي ما جهه الاداره عايزه. لازم التصريح باضافه الدور لمن لم يخالف بقيمه اقل من قيمه التصالح وقيمه التعليه العاديه، مع تعديل قواعد سخنه البدروم والروف لمن يرغب ولم يخالف. لازم السيد وزير التنميه المحليه يطلع قرار حاسم عن امتى جهه الاداره هيغلي يدها عن تحرير محاضر مباني بدون ترخيص او قرارات ازاله من تاريخ كام، بحيث المواطن يكون عارف من قبل هذا التاريخ هو امن، من بعد هذا التاريخ يلزمه التصالح عشان يحمي بيته ويحمي نفسه من المسائل الجنائيه. تمام. انا هتكلم في المشاكل ماشي، واتكلم في الاقتراح. تمام. اول حاجه المشاكل اللي هي موافقه المطور العقاري. رقم اتنين بالنسبه للمساحات في الروف ما تحتسبش غير المساحه المثقفه فعلا اللي تم تسقيفها. رقم 3 25% وال 25% دي انا دافع ثمنها ودافعها في الرخصه، فما تحاسبنيش عليها او حاسبها بربع قيمه المخالفه. تمام. ما تحسبهاليش 115% زي محمد بيان. رقم 2 تنشر مخططات تفصيليه للمدن، لان القانون هنا هو تفرق ما بين الاماكن اللي صادر لها مخططات تفصيليه والاماكن اللي مش صادر لها مخططات تفصيليه. حتى الشباب اللي طلعها دلوقتي اللي مش صادر لها مخططات زي الشروقي بقى انت المفروض تخفض 50%. في اماكن صادر لها مخططات تفصيليه بعد القانون. بعد القانون. فبالتالي ما ينطبقش عليها نص القانون. الله يفتح عليك. صح؟ فالناس هتستفاد باكثر من 50% في التخفيض، وده حقهم. حتى لو 50 انا ما ينفعش ده نص قانوني. اه ده حق. يعني حتى لو 50 زي ما حضرتك بتقول، يعني لو انت عندك 1000 جنيه هتبقى 500، يبقى مش عايز منك تخفيض. يبقى انا مش عايز منك تخفيض صح. وحسيت بالعداله مظبوط، وحسيت ان القانون ده هدفه مصلحتي. تمام. لازم ان احنا دلوقتي رقم 2 ما نطلبش من المواطن هو اللي يعمل الملف الهندسي دوت. تمام. نعمل جهه تبقى علشان حتى تبقى لا تخفف العبء. لا لا انا دافع رسوم تصالح. لا لا خليه يعمله. والله عند حضرتك الاقتراح. انت هتدخل تاني لموظف يقول لك لا استنى موظف في الدور أولاً وخد رقم 5000. لا كمان اسبوعين يجي الدور عليك. الزمنا كليه لا الهندسه، احنا ما شاء الله مصر فيها يعني عظماء الهندسه، فده لاول مره الدوله تعتمد على تعتبر كانه مستشار خارجي ما يبقاش موظف زي رؤساء لجان التصالح وموظفين بتوع وعملوا لهم اللي هي المكافاه بتاعتهم. رقم 2 الاقتراح بتاعي ان احنا ناخد هدنه فرصه بعد نهايه شهر 10 ان القانون هينتهي. ده دور رجال القانون ورجال الهندسه. دور رجال القانون يتكلموا هدنه نوقف القانون دهوت لمده 3 شهور ونتكلم مع بعض ايه المشاكل اللي قابلتنا في تطبيق القانون. طب والناس بقى اللي عندهم مخالفات هيعملوا فيهم ايه؟ هنعمل ارجاء وتعليق مؤقت. على فكره الناس كلها عارفه ان القانون ده هيتمدد 3 شهور في 3 شهور في 3 شهور في 3 شهور، كله متاكد. عايز اقول لحضرتك ان لجان التصالح نفسها مش هتلاقي وقت لغايه النهارده. رقم 40 في الشروق هو اللي نزل له معاينه، والنهارده فيه اكتر من 3000 طلب متقدم. طب انت هتنزل رقم 3000 ازاي؟ 3000 40 من 3000. لا من كام؟ من كام هيتقدم؟ من 10000 مثلا. تمام. النهارده كل مدن الجديده فيها على الاقل 3 مخالفات، الاولى الروف، الدوبلكس، الشقق الزياده. تمام. وده هنا هو دي مش مشكله انا لوحدي كمواطن، دي مشكله ثلاثه: المالك اللي هو المقاول اللي بنى، المشتري، الجهه الاداريه اللي سمحت او اهملت. فلازم ناخد هدنه ونعيد تقييم القانون تاني، ولازم نعمل لجان فض منازعات. لجان فض منازعات سريعه تاخد اسبوع، مين اللي يدفع من الشركه، ولازم اوقف مصالح اللي يمتنع. لازم ابقى انا ليا قدره على عقابه، ما ينفعش ان هو يستفيد بمخالفته وانا اللي اتعاقب بيها لوحدي. بس عايز بس اضيف برضه تسلي، محتاجين اضافه بند مندوب عن النظام الاجتماعي. النهارده زي ما كنا بنقول ان ال 60% من عائد التصالح رايح للاسكان الاجتماعي، في ناس حطت شقه عمرها في البيت مخالف او غير مخالف دلوقتي وما عندهاش اي مساحه انها تدفع جنيه. لو الدوله هتاخد الفلوس دي توظفها في الاسكان الاجتماعي، والمواطن ده خلاص خد بيت 50 60 متر او شقه في الروف 200 متر او اكتر او اقل. تمام. بيقول لسعادتك انا مش محتاج حاجه من الدوله، انا الدوله المفروض تديني شقه اسكان اجتماعي لان انا مستحق. الدعم اللي تديهولي الشقه بتكلف الدوله 500000 جنيه، بتحاسب عليها المواطن ب 250000 50% وعلى 20 سنه. فاذا الدوله بتدعمه ب 250000، لا يا دوله دعميني بس 100000 جنيه للي مش قادر يدفع. والله في اساتذه الجامعه ما قادره تدفع المخالفه اللي عليه. في ناس مسطوره قافله الباب على نفسها وما معهاش تدفع. وفي ازمه شديده جدا النهارده انت هتاخد الفلوس عشان تدفع الاسكان الاجتماعي. طب ما اولى بيه الاول اللي خلف دوت ووفر على الدوله عبء انها تبني له وترفق له انها تدعمه في مكانه دوت. بنضم للشيء بقوه جدا ان احنا لازم ناخد هدنه واستراحه محارب ونعمل حوار مجتمعي ونسمع من كل الجهات المعنيه قبل ما نمدد القانون 6 شهور كمان مره ثانيه عشان نكمل في القانون باليات واضحه ومفيش ولا نقطه تكون عاميه. مين هيدفع المخالفه؟ بنضم ليه في موضوع لجان الفض المنازعات عشان نحل الازمه بين السكان وبعضها او مالك العقار ومالك الوحده. ولازم يبقى في تاريخ
واحد البداية والتاريخ للنهاية. مفيش حاجة في الدنيا اسمها لا أصل العقار المخالفة موجودة ومستمرة تتراجع كل اللجان بحيث يبقى قواعد موحدة، قواعد موحدة يعني على كل اللجان، مش كل لجنة ماشية بنظام وماشية بقواعد. اسمعوا من الناس ايه المعوقات اللي قابلنا مع موظف جهه الاداره، موظف الاداره دوت موظف اسمه موظف للاسف الشديد مش ماشي مع نغمه الدوله او القياده السياسيه في ان هو يحل ازمه مواطن، لا هو بالنسبه له موظف افضل. طبعا هو الرئيس يعني النهارده والله ما مش مجامله، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي بياخد قرارات قويه جد في الروعه وتخدم الناس، لكن انا بس ما بتوصلش للناس بشكل كويس لان الموظف اللي تحت ما بيطبقهاش بالشكل ولا بالسرعه ولا بالاليه بالظبط بالاليه اللي مطلوب انها تتعمل بيه. ممكن يشوهها اذا طبقها. اصغر موظف في مصر ممكن يقف كرئيس جمهوريه يا فندم للاسف. طيب للاسف يعني بقدر من الصراحه مع النفس، اصغر موظف في الدوله ممكن يكون دعايه سيئه للحكومه. لا هو مش الفكره مش في كده، اقول لحضرتك الفكره في اختصار في عجاله يعني ان هو قدامه ورقه فيها 10 بنود كويس، انت بتقدم له طلب بيطبق عليك ال10 بنود ده فهمهم والله. يعني هو قال لك والله ايه ما بيفهمه. مش لو سلمت تتوضى والله للاسف لا الشديد لو عديت تتوضى للاسف الشديد يعني ممكن ما يكونش فاهم النص لمجرد انك مشيت من الشارع ممكن ما يكون فاهم النص. دربوهم وجزء منهم عالجوه نفسيا، يعني جزء منهم عالجوه نفسيا وجزء تاني دربوه عشان يبقى صالح ان هو يتعامل معايا كمواطن. طبعا عنده معلومه وعنده معلومه موثوقه وصح وصح للشخص اللي بيتعامل مع المواطن. للاسف مش متاح يعني المفروض ان يبقى له اليه معينه. حكمت النقد فيها دايره اسمها توحيد المبادئ صح، عشان كل الدوائر يعمل حاجه اسمها توحيد قواعد تطبيق، ما ينفعش التجمع يمشي بطريقه وشروق يمشي بطريقه يعملوا انت في صناعه المحارب دي واحنا بناخد منافسه ما يعملوش وهو شغال الاول عشان نبدا بدايه واحنا عارفين كل قواعدكم بسرعه عليه. يعني مبدئيا احنا نوحد الطلبات في نهايه الحلقه ان احنا بنطالب بتسعير عادل لاجهزه المدن الجديده وبخاصه الشروق والتجمع وهليوبلس. هليوبلس بقى زي الشروق، هي زي الشروق بنفسها. الحاجه الثانيه عايزين عين الـ 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 المشرع اللي حطت القانون ان هي تقول ان الراجل اللي خالف هيتصالح على الدوبلكس وهيتصالح على الروف، يبقى الراجل اللي ما خالفش ياخد نفس الفرصه ويتصالح على الروف والدوبلكس، يطلع لهم ترخيص سليم ويقدر ان هو يتعامل بيهم. وعايزين طريقه او اليه لتسهيل طريقه الدفع بتاعه المخالفات لو هي مبلغ كبير على المواطنين، ان احنا نمد فتره السداد بمده صح 5 سنين اكتر من كده نوصلها ل5 سنين. وياخدوا يعني يا ريت ياخدوا 10% ويبقى الباقي بالتقسيط على 4 سنين بعد السنه الاساسيه. صحيح. احنا هنا طبعا بنشكر ضيوفنا اللي كانوا معانا النهارده، استاذ محمد الأباصيري المستشار القانوني، الف شكر ليك، واستاذ شريف الفاتح المستشار القانوني. نتمنى ان الحلقه تكون وفت بكتير من استفسارات الساده المشاهدين. اكيد هنحتاج نعمل حلقات تاني عشان نكمل بقيه الملف. احنا معاكم، واي طلبات للساده المشاهدين احنا بنتلقاها عندنا في البرنامج بنقدمها وبنناقشها مع المسؤولين ومع المختصين ومع الناس اللي تقدر ان هي تقدم حلول ليكم. هنا بنوصل لنهاية حلقتنا النهاردة معاكم، إلى أن نلقاكم السبت القادم 9 مساء نترككم في رعاية الله.